إنما تعرف إسرائيل نفسها كدولة يهودية، هي لا تقول فقط إنه هاي الدولة دولة جميع اليهود في العالم، بل تقول أيضا إنه الهوية العربية في هذا الوطن تشكل تهديد على هذا التعريف. لذلك هي بتشوف من واجبها job description تاعها نتميز ضد العرب. مثلا في مسألة المواطنة، ما بكفي إنه كل يهودي بحق كله أن يكون مواطنا بشكل أوتوماتيكي وفقا لقانون العودة، لكن بحاجة لسن قوانين جديدة لسلب وتضييق المواطنة العربية في البلاد. برضو بطالبونا عمليا نتنازل عن مطلب المساواة الكاملة. مش بالصدفة بشوف نفسي أمام 11 قاضي في المحكمة العليا ودافع عن حزب عربي فقط لأنه يطالب بدولة كل مواطنية. لذلك في التالي عمليا بالإمكان القول أنه إحنا رغم أنه إحنا حاضرون جسديا، لكن حقوقنا مغيبة بشكل دائم. اليهود الغائبين عن هذه البلاد وخارجها هم دائما حاضرون حقوقيا. يعني أنت بتقدرش تتجوز اليوم واحد من رام الله أو من أصل عراقي أو من أصل سوري أصل أو من أصل لبناني أو من أصل إيراني أو من أصل غزاوي وتعيشوا مع بعضهم. وهي الشغلة الواحد بواجهها لما يعملها ولا في قانون من أساسه مكتوب هيك؟ يعني قانون جديد، قانون لم الشمل هذا اللي بنحارب فيه. شوفوا شو القضايا اللي بتصل المحكمة العليا. في المحكمة العليا بتصل قضايا إنه امرأة بدها تعيش مع جوزها بس مشكلتها لا من رام الله، هيك مشكلتها. بصلنا للمحكمة العليا قضايا اللي بدنا مربعات إن ذيلت، بس المشكلة إنه إحنا بنحكي عن البدو في النقب غير معترفي، فاهم؟ يعني إيش ما خبطتها بتوك الهوى. مستهدفين ايش ما يسوي، ايش ما تخبط روك الهواء في هاي البلد. بس انا جبالي اعمل اغنيه على واحد من رام الله، واحد حب واحد من رام الله، وبشوف الصعوبه تبعت انه يجيبها لهين، فكل اللي لازم تروح انه يا ريت اسمك ناتاشا، يعني يا ريتك روسيه يعني. فمفكر اروح باسلوب له مسخره على الاخر، يعني مسخره على وضع مؤلم طبعا. يعني اسمك ناتاشا، اسمك ناتاشا. هل حتكون عنصرية تجاه ال لا ليه بنحب نقول امان امان زف الشمان يخرب بيتك شو حبيتك يا بنت رام الله لك بعيدة عني مطورة ومني ممنوعة يا ريتك من روسيا واسم امك ناتاشا كان جبتك علي بلاد عمرت بيت كل مفقود منعونا نبني شباب جبنا ولاد فيش تعب فيش ماشي هيك هيك فيش تكبر النساء ولا قضاء إلا قطيع من البقر ما عنا ولا أي دفة خلاء لمشاكل العرب في حلول لليهود هم يربوا وإحنا نفهم بالأضعاء بيضل المهصب يا بل ما نصلي على النبي بيبارك لنا المكان بيطيرك ببلاء سايب أفلاء من رومان ساركض في بن غوريون واصرخ لا تتركيني الله اكبر بحبك وتاني يوم صحيت بالسجن متهم بالارهاب انا بطلع His name is Hanna. Hanna, nice Hanna. To meet you. Yeah. My name is Ayman. He's Ayman. Nice to meet you. And Hanna is from Haifa. Wow. And he's working. Is he handsome? Very sweet. Very sweet. His shoes are probably nice. No, his shoes are okay. Yeah. Okay. My shoes, I think, less. You can see you, neither of you are Arab. Yeah? At least. But tell me something but now. But no, we are both Arabs. Oh my God! Yeah, that's terrible. Why? Do you think so? Well, I've just said the most terrible thing. Yeah. So no, this is your opinion, it's no? It's your opinion. Yeah, but how can I say that to you? No, how did you say that about Anit? Also, in so now you help me. No, we don't hate you. Why? I don't want to generalize because I haven't met any. So maybe and next. And all the Jewish people say to me, "Stay away from the Arabs. Stay away from the Arabs. Stay away from." That's why. Maybe because you are new, you don't know the people. I don't. I'm very sorry. No, don't be. Mitzaret. Don't be. It's not your fault. I think.
have a nice day. Have a nice day. Thank you very much. Don't you have a card? Because I need to go over there.